خلينا نروح لهذا الخبر، حيث حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 6 حالات صحيحة يجب أن تكون عليها صورة المواطنة الشخصية حين التقدم بطلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية. ومن هذه الحالات أن تكون الصورة ملتقطة بملونة وذات خلفية بيضاء. ثانيا يشترط أن تكون الصورة حديثة، أن يكون تم التقاطه خلال 6 أشهر كحد أقصى. ثالثا يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل. رابعا ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب، ويجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا. وأخيرا يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا. جميل، حلو هذا البيان. يعني وجبة تنويه. أنا أتوقع يعني كثير من الناس لما يجون يجددون يقول لك خلاص بحط صورتي القديمة اللي هي قبل 10 سنوات، وتلقينا نتغير، يعني الشخص احنا نتغير كل يوم. فيعني جميل جدا هذا البيان، وفعلا يعني الواحد لما يجي عشان ما يطول البروسس خلاص يعمل بالقانون ويمشي حسب المطلوب. يعني أتوقع الطلبات كلها سهلة يعني في نهاية الموضوع.